العوافي ومساء الخير لكل اللبنانية وين ما كنتوا ببلاد الانتشار وبالوطن الأم لبنان. اليوم رح نطل عليكم بحلة جديدة ما لها علاقة بالسياسة ولا لها علاقة بالقانون ولا بالدستور ولا بكل المشاكل السياسية اللي عم يشهدها لبنان ودول المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالوضع المالي الاقتصادي يلي هو مسيطر على أجواء اللبنانيين وعاملهم كآبة وعاملهم أوجاع لا تحمد عقباها اعتبارا من 17/20/2019. اليوم بما انه نحن بزمن الميلاد وقربنا على ليلة ولادة الطفل يسوع، حبينا نستضيف السيدة داليا داغر يلي هي رئيسة جمعية سطوح بيروت ويلي مثابرة على مساعدات اجتماعية بكافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بالمرضى واللي عندهم أمراض مستعصية مثل السرطان مثل القلب مثل كل الأمراض المستعصية اللي صار من ضمن هذه الأزمة المالية والاقتصادية اللي عم يشهدها لبنان. صار كتير صعب على أهالي هؤلاء المرضى من أنه يأمنوا المبالغ اللازمة من أجل هالعمليات هيدي. على كل حال سطوح بيروت والسيدة داليا داغر وعبر برنامجها تيليتون اللي صار لها 10 سنين على شاشة تلفزيون الأو تي في عم بتبثه ويلي ساعد ميات الأشخاص والمرضى لتجاوز هالعقبات وتجاوز مرضهم وبالتالي تأمين السيولة من أجل تغطية تكاليف العمليات اللي كانت تجرى بأغلبها خارج مستشفيات لبنان وخاصة في أوروبا وبعض الدول الأخرى. على كل حال هالمثابرة هيدي اللي فرجتنا إياها السيد داليا داغر هي بتبين على قد ما في عطاء عند اللبنانيين بالرغم من الظروف الصعبة المالية والاقتصادية اللي عم يمرقوا فيها. لهالسبب حبينا نستضيفها اليوم قبل ما تعرض برنامج التليتون للمرة ال11 على التوالي اعتبارا من سنة 2012 على شاشة الاو تي في ليلة 23 كانون الاول الجاري يعني بعد يومين على الشاشة، على امل انه كل الناس اللي قادرة تتبرع حتى بفلس الأرملة لأنه هالفلس هيدا والتبرعات رح بتساهم بشفاء العديد من الحالات المستعصية يلي بتشمل المرضى من كافة المناطق اللبنانية وشرائح المجتمع اللبناني. لحظات وبنبعت اللينك للسيدة داليا داغر لحتى نحكي بالموضوع بتفاصيله، وبتمنى على الناس كلها سوا اللي عم تسمع قد ما فيها عن جد تساعد لانه هيدي القصه منا قصه لا مذهبيه ولا طائفيه بل بتتعلق بحياه كل المرضى بشرائح المجتمع اللبناني. يا دقيقه بس لو سمحتوا. بعرف هيدي فترة أعياد هلا وفترة يعني رياحة من بعد اللي صار بالمونديال، يمكن شوي الشباب والصبايا ما يكون في منهم على السمع. يلا ثواني ونكون مع الست داليا داغر لحتى نسألها كم سؤال عن برنامج التليتون اللي كمان عم تعمل مجهود كتير جبار من أجل صراحة الإنصاف بموضوع تغطية العمليات للمرضى وأيضا الشؤون الاجتماعية، خاصة أنه سطوح بيروت هي من الجمعيات القليلة اللي ساهمت بإعادة إعمار بيروت من بعد تفجير المرفأ سنة 2020 بأربع آب، وبالتالي قدرت على حسب قدرتها وحسب المستطاع وحسب التبرعات انها ترجع كم عائلة على بيوتهم لحتى يكون عندهم سقف يسكنوا تحته. ست داليا بعثت لك اللينك، يا ريت بتعمل الجوين ريكويست حد الكومنتس في شخصين صغار تكبسي عليهم وبتصيري معنا على اللايف.
سيد داليا. بونسوار للجميع. سيد داليا، ما بعرف، فتي لتعمل جوين ريكويست لو سمحتي. طيب، لحتى تقدر تتواصل معنا سيد داليا داغر، خلينا نحكي شوي عن موضوع اللي كنا حكينا عنه سابقا بثلاث حلقات، عن موضوع المصارف. هون بدي شير لمعلومة إن شاء الله تكون حقيقية، مش حقيقية، إن شاء الله تكون تكتمل هذه المعلومة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي. يظهر إنه من تحركات دولة إمارة قطر إلى علاقة، لحظة، سيد داليا، بس تفوتي على اللايف بتشوفي حد الكومنت، في شخصين صغار، رح صور لك اياهم هلا. ثواني بتكون معنا سيد داليا. سيد داليا دغر رح تكون 10 دقائق. بونسوار. بونسوار بونسوار. كيف ست داليا؟ شو اخبارك؟ انا منيحه. بونسوار لإلك ولكل اللي بيرافقوك دايما، ولنشاطك ولطاقتك ولوطنيتك ولكل هيك الوقت اللي بتعطيه لحتى تعطي معطيات جديده، تعمل تقييم جديد، تحلل. وصحيح مش عم نتلاقى دايما الا تقريبا من سنه لسنه، يمكن انا وياك بس نحكي بعضنا من اوقات معينه، وانما مرافقينك ومرافقين نشاطك كله سوا ومحبتك وكل المرافقه اللي بتعملها من مطرح ما بتكون، وخصوصا دعما للبنان بكل شيء بيصير معنا. الله يخليك يا ست داليا، ونحن كمان نتشكرك على مجهودك الجبار اللي عم بتقومي فيه، بالرغم من قلة الإمكانيات وبالرغم من الأزمة الاقتصادية اللي عم بيمر فيها لبنان، وهالشيء عم نشوفه من خلال حلقاتك ومتابعاتك المستمرة، إن كان من خلال برنامج تيليتون ولا كان من خلال جمعيتك سطوح بيروت، يلي عم تعنى صراحة بمساعدة الكثير من العيال، مش بس على الصعيد المرضي أو الطبي، كمان على الصعيد الاجتماعي، وخاصة إنه نعرف كلنا إنه عم تتوسعي لحتى تأمني قدرات أكثر كرمال تساعد الناس بلبنان وخاصة المرضى. والتوسيع بلش بفرنسا، لأنه صارت الجمعية عم تكبر مثل الفرانشايز، وإن الله راد بتعم كثير دول بتقدر تساعد بالقرار اللبناني. ست داليا، حضرتك صار لك 10 سنين عم بتقدمي برنامج تيليتون، وهيدا البرنامج على طول عم بيكون لمساعدات اجتماعيه، ومؤخرا باخر حلقتين عم بيكونوا كرمال المرضى وخاصه الامراض المستعصيه. هيديك السنه شفنا التجربه وكانت كتر خير الله، بالرغم من الظروف الصعبه كانت ناجحه. اول شيء، شو تعليقك عن الحلقه السنه الماضيه، وشو هو البرنامج اللي بدك تعرضيه على تيليتون ضمن هيدي الحلقه بعد يومين الله راد على شاشه الاو تي في؟ أول شيء أنا بشكر الوقت اللي عم تعطيني إياه والناس اللي عم تسمعنا لحتى تعاوننا أكثر وتعرف شو هو التليتون. يعني في ناس يمكن ما بتعرف بتسمع، في ناس ما كان عندها الوقت تحضر. اليوم من خلال هيدا المنبر اللي بيجمع كثير من العالم دايما، لحاول قد ما فيه بطريقة مختصرة إني قول انه نحن بلشنا ببرنامج اجتماعي ثقافي بعيد، يعني كان من 10 سنين، واول مره اطلقنا فكره التليتون كانت هي
هي من اذا بدك مستوحاه من تليتون اللي بيصير بفرنسا. ابني كان في بزياره عم زور ابني، كان باول سنين يمكن عم يتخصص فيها بفرنسا، وحضرت بهيدي الفتره ولقيت في تضامن كثير حلو. بقى كانت برنامج اسمه سطوح بيروت، جيت لهون قلت لفريق العمل نحن رح نبلش بفكره تعو كبلاتو نجمع كل اللبنانيين، بما انه نحن سطوح بيروت بنشوف منها جبل صنين ونشوف منها جبل الكارنتينا، بنشوف فيها البحر وبنشوف فيها اذا بدك الثلج. بقى تعو نجمع بهيدا البلاتو اللي هو برنامج كل الناس من كل الطوائف، ونحاول نجيب 5 حالات او 6 حالات بتخيل كانوا بالاول، ونوزعهم بكل الاقضيه، وبنكون عملنا حركه جديده على عيد الميلاد. وهيك صار. بتذكر كان في كثير ناس ما كانوا ابدا طالعين على تلفزيون الاو تي في، وكان في بتعرف من اول ما بلشنا كان في هيدا الفرز السياسي، كان في ناس ضد وناس مع، كان بعد ما في تسويه مع المستقبل ولا مع القوات، ولا كان في انتخاب بعد رئيس، وكان الفرز كثير كبير. بقى قدرنا بتذكر طلعنا نايب عن المستقبل جان اوغاسابيان، وطلعنا نايب عن القوات كان بوقتها سليم وردي، وجبنا حالات من كل الطوائف، وقلنا لهم اليوم بتشلحوا هيدا التوب السياسي وبتفوتوا معنا بالانسانيه لانه الحالات بدنا نساعدها. وهيك صار، وحطينا تارجت يعني تقريبا 75,000 دولار عم بتذكر من 10 سنين وجبناهم. السنه اللي بعدها دوبلنا التارجت ودوبلنا الضيوف ودوبلنا الحالات، وبقينا هيك على 4 سنين تكبر هيدي الشغله معنا. وكنا بس نخلص كل حاله من كل الحالات بعد شي 6 7 اشهر، وكنا بس بقلب بوقتها نعمل نظبط بيوت ونعطي مساعدات مصاري، ما كنا بس مخصصين بالمرض. بقى من بعد 4 سنين كبرت البول تبعيتنا، واخذنا قرار بناء على طلب من مدير المحطه انه ما بقى داليا انه انا بنصحك ما تفوتي بقى مصاري هيك، يعني عم بتفوت على اسمك، واعملي جمعيه، وخصوصا انه نحن كنا نعمل كل سنه مثل ما قلت بس نخلص الحالات مؤتمر صحافي ونحط قدام الناس البيلان تبعنا هالقد فوتنا، هيدول الناس اللي ساعدناهم يطلعوا الناس يعملوا تيموانياج، ونجيب الناس اللي كنا داعيينهم ليجمعوا معنا مصاري، ونقول هالقد فات هالقد طلع هالقد ساعدت العالم هيدا انقذني هيدا بعد بده هالقد منا، وهالقد اذا كان باقي معنا مصاري باقي هالقد مصاري بدنا نعمل هيدا المشروع. بقى هيدا الشيء بنى ثقه كثير كبيره مع الناس صراحه، وكبر البروجي تبعنا، وقلنا ايه معهم حق لازم نعمل جمعيه. وبوقت اللي قررنا نعمل جمعيه ما كان معنا وقت لنسميها، بقى قلنا بنسميها جمعيه سطوح بيروت بوقت ما كان عندنا باسم البرنامج، وما كان عندنا وقت لنعمل برين ستورمينج يعني هيك بكل هيدي البساطه. قلنا اذا العالم ما حبت الاسم ولقيته تقيل نرجع منغير، بس خلونا نخلص معاملاتها قبل ما نطلع التليتون. وهيك صار ومشيت، وكبرت البولدناج، وكبر الناس اللي بتساعدنا، وكبر دعم العالم، وصولا الى 2019 اللي تحول شغل الجمعيه وصار اكبر. يعني كنا بس نحن نخلص التليتون وحالاته خلص نبقى بشغلنا العادي، كلنا عنا أشغالنا وكذا. إنما من بعد الكريز يعني ب 17 تشرين واللي صار من بعده والدولار وتدهور الأزمة، قررنا إنه نعمل أبال من خلال برنامجي ضروري نحكي، إنه بنعمل كل حلقة من الحلقات ببدايتها بنعمل أبال إنسانية. عملنا أبال على مواد غذائية وساعدنا 20,000 عائلة من شمال لبنان لجنوبه، بس نعمل أبل كان يجينا مساعدات. ورجع للأسف إجا انفجار بيروت. بخلال هيدي الفترة الناس اللي ساعدناهم بالكورونا طلبوا منا إذا نحن منساعدهم من خلال تسويق بضاعة لإلهم بيعملوها. بقى صرنا ناخد مونة ونعمل اختبار على المونة ونبيعهم للنسوان، يعني نبيع من بمحلات بنعرف. وهيك كبرنا الريزو، وكمان اطلقنا حمله كتر خيرك من مبادره سطوح بيروت، ووسعت هيدي الشغله قلنا بنصدرها لبرا. بلشنا نصدرها لبرا، عملنا لها كل معاملاتها القانونيه وبلشنا فيها بفرنسا. اجى الانفجار. بالانفجار بتعرفوا انتم انه الانفجار يعني جرح كثير كبير، ما قبله مش مثل ما بعده، وانا من الاشخاص اللي
كانوا ولادي راحوا بالانفجار، وراح لي اصحاب كثير، وعملت على نية الاولاد، ما بدي اذكر التفاصيل البشعة من هيدا الموضوع، وقلت لا بالاول، قلت انا شو بدي اعمل، ماني قادرة اعمل شيء يعني كجمعية، امكانياتها كثير قليلة. رجعت نزلت على الطريق نحن وفريق العمل اللي كثير قليل، نحن صراحة نحن بنطلع 5 اشخاص بقلب الجمعية، بس كثير يعني كتير كتير معني كل واحد منا بشو عم يعمل. بقى نزلنا على الطريق وقلت لا والله بدي اطلق حملة انا عنية الاولاد، واللي بيجي يجي. بقى قلت رح اعمل 50 بيت دقاقة زد مثل ما كانوا رجعون، اكثر من هيك ماني قادرة اعمل. 50 واطلقت شقة يعني ايه نعم بقلب بيروت. ايه نعم واطلقت المبادرة، ودغري اجينا مساعدات وبلشنا نعملها، وتعاوننا مع الجيش اللبناني، واخذنا تنويه من الجيش اللبناني انه نحن من افضل توب اوف 10 جمعيات التزموا بكل شيء عملوه. وهيك صار بفترة صوتك ما عم بسمعه ست داليا. راح صوت من عندك، عم تسمعيني؟ كمان بعده رايح. ايه شباب صبايا انتوا عم تسمعوني الي ما هيك؟ راح صوت داليا بس. اوكي. معقوله اجاكي تليفون او شيء ست داليا؟ لانه راح يعني كانه ميوت صار. على فكره غير يعني بتعرفوا 50 بيت من اصل الاف البيوت، خاصه لجمعيه صغيره مثل جمعيه سطوح بيروت وامكانيتها محدوده، منا شغله عابره. مشان هيك اخذ التنويه قياده الجيش، ومشان هيك هيدا الموضوع اخذ حقه، وبالتالي من فلس الارمله قدرت تجمع هالاشياء هيدي وترجع 50 عائله ليقعدوا تحت سقف بيوتهم. وعلما انه الدوله بثلاث ارباع اجهزتها غايبه عن هذا الموضوع، يعني وكتر خير الله في عندنا جمعيات مثل جمعيه سطوح بيروت قادره تعوض فرق غياب الدوله عن هيك امور. ارجعي ست داليا اعملي انفيتيشن عن جديد، اعملي لي سنت ريكويست لحتى ارجع استضيفك مره ثانيه. ايه اكيد. لارجع لهيدا الموضوع، يعني عن جد لما تكون الان جي او عن جد عندها اخلاق، والمؤسسه او الجمعيه عندها روح وطنيه، تشتغل بهيدي المبادئ وما بتشتغل من اجل الربح المادي وتكديس الاف الدولارات، وخاصه انه في كثير ان جي اوز فرخت من بعد تفجير مرفأ بيروت وكان هدفها معروف شو هو، وهالان جي اوز اصلا كان لها مساهمه ب 17/20/2019 يلي ادى الى هيدا الموضوع. رحت الصوره عندها مش هيك؟ رحت الصوره عند داليا بس مش عندي. ست داليا فيك ترجع تعملي، رح ابعت لك ارجع اللينك لحتى تطلعي عن جديد. اوه طلت التليفون. اسم الله قد ما حامله، قد ما حامله فايلات عليها ست داليا. يلا بركي بنعطيك شوية ترجع تجربي. اكيد اكيد خيي كريم. فبحملتها هلا اللي بدها تصير على التليتون بعد يومين من الاو تي في، في 10 حالات مرضيه كنت حابب هي تحكيهم يعني، بس لحظه خلينا نشوف. ايه ان شاء الله يمشي الحال. راح ميوت لانه اوقات كثير بتلت التليفونات قد ما بيكون حامل فايلات ست داليا. ايه هلا صوت بتعرف عم يهدى تليفوني، اول شيء ما عم يهدى تليفوني من طلب المساعدات، وما عم يهدى تليفوننا لانه عندنا كثير ضغط شغل، لانه هيدا التليتون بياخذ كثير وقت. صحيح. رح اخذ
كثير رح اختصر، رحنا على فرنسا وسجلنا بفرنسا وعملنا ثلاث ايفنتات بفرنسا. اول ايفنت انه عملنا جيمولاج بالتعاون مع السفاره الفرنسيه اللبنانيه بفرنسا. الأخير نايد عدوان نوجه له التحية كمان اكبر على تمثيل نشاطه الدائم. نعم عملنا بقلب السفاره مثل جيمولاج مع بين اوتيل ديو اطباء برا وبين الجعتاوي انه ناخذ انفيرميير لانه بتعرفوا فضي البلد بهيدا الوقت من كثير ناس انه ندربهم ونرجعهم بعد شهرين، وهيك عم نعملها هيدي على التوالي هلا لاكثر من سنه، يعني بيعملوا شهرين فورماسيون وبيرجعوا. رجعنا عملنا مع الان جيام الشيف اتوالي مثل اعلناه بس سفير للكتر خيرك، ورجعنا عملنا فاندريزنج دينر نوع من جمعة لنعرف اللبنانيين على التليتون ب7 اكتوبر وكانوا كثير ناجحين. ب7 اكتوبر اطلقنا هيدا الشيء وقلنا لهم انه نحن انطرونا بالتليتون. هلا التليتون صار له 3 سنين فادي ملتزم الحالات المرضيه، لانه بلبنان كل بيت فيه مريض شو ما كان وضعه المادي هو بيت، يعني ما بقدر خبرك شو بيكون حالته لانه الادويه كثير غاليه، المستشفيات ما عم تقدر تساعد طبعا لانه كلها عم تجي الماتريال تبعها بالدولار، شو ما عم يقدروا يقدموا ما عم بيكون بكفي. حتى يعني وزاره الصحه انا كان معي الوزير من جمعتين وكان كمان هو مثل ما عم بيقولوا عم يعني بده انجأ بعد ما ردوا المصريات تبعه للمستشفيات اللي هي عم تاخذ العلاجات على وزاره الصحه. قررنا نحن انه اسوء اكثر شيء لازم نعمله هو انه ندعم الحالات الصحيه ونقدر نجيب لحتى نخلص، لانك بتخلص شخص يعني خلصت عينته صدقني، حتى اللي معهم اصلا اللي معهم مصاري مزروبين مصرياته بالبنوك مثل ما بتعرفوا، ما عم فينا نحول يعني ما بلزوم يعني هيدا الشيء. هلا حتى انا البنوك مثلا ما بتاخذ مني، كانت تاخذ تحويلات بالدولار، يعني اذا حدا عندهم بمصر باي بنك دولار من قبل كان يبعثوا دولار يعني بصير اسمه دولار، هلا ما في حول لي الا فريش او فريش ماني او فريش لبناني او فريش دولار ليقدروا يقبلوه البنوك. بقى كيف اذا نحن جمعيه هيك كيف بالاحرى العالم شيء ببكل 100,000 دولار بتعمل لك 16,000 دولار. الديفايس اذا بدك تحط مثلا عندنا مريض ابيليبسي بيعمل كل 4 5 سنين بحط بطاريه براسه مثلا، هيدا الديفايس بيخلص لانه بتخلص البطاريه، اذا السعر عم ناخده ب 23,000 دولار قبل ما العمليات. الترانسبلانت كل شيء زراعه نخاع شوكي كل شيء ترانسبلانت لمرضى السرطان ب 80 من ال 40 ل 80 90,000. بقى انا كبت علي المساعد يعني الحالات اللي مش ممكن حدا يساعدها، وحتى الجمعيات منا قادره تقوم فيها، يعني انا اخذي 5 حالات من جمعيه، هيدي الجمعيه بطل لا هي قادره تساعد لحالها ولا اهله للمريض قادرين يساعدوا. بقى قررنا، ما بعرف صراحه قديش مكبرين نحن الحجر السنه، بس بعرف انه عندنا قلق كثير كبير وعم نحاول نعمل لوبينج كثير كبير من لبنان وخارج لبنان، وعم نقول شو ما كانت المساعدات اذا كترنا الناس اكيد اكيد بنقدر نوصل بالامكانيات اللي فيها العالم تقدمها. كل ما كنا اكثر كل ما بنجمع اكثر واكثر، مشان هيك صرنا شهر طالقين نشاطات مع الرياضيين مع العالم على السوشيال ميديا. يعني انا عن جد صار لي شهر ما اذا بتشوف تراقبوا السوشيال ميديا تبع سطوح بيروت تبع كل يوم على بحياتي ما فكرت اني اعمل تيك توك، عملت تيك توك يعني كل شيء ممكن يساعدنا انه نحن نقدر نوصل الصوت عم نوصله. هلا اليوم اطلقنا فكره 10 على 10، فكره مهضومه انه كل واحد يقول 10 مرات 10 اذا بتزبط معه، ويعمل تاج ل 10 من اصحابه ويتحداهم ويقول لهم هاو تضامنا مع الحالات العشره اللي بده يكونوا بالتليتون العاشر، قد ما بنكون كتار ونوصل الصوت. يعني عم بيسألوا بعض المشاهدين برا، عم بيسألوا كيف فينا نساعد. رح ينعرض اصلا برنامج تليتون ب 22 ولا ب 23 سيد داليا؟ 23 رح يمرق كل اللينكات تبع ارقام الحسابات والطريقه اللي كنت تدفعوا فيها، وانا رح مرق لكم هلا من بعد الحلقه كل المعلومات عن كيفيه التبرع والمساهمه بهذا الموضوع. اول شيء الويب سايت تبعنا www. سطوح بيروت.org
www.سطوحبيروت.org، فيهم يفوتوا عليه بيشوفوا الحالات، وبيشوفوا كمان كيف فيهم يتبرعوا، فيهم يتبرعوا مباشرة بالكريدت كارد تبعيتهم على الويب سايت تبع الجمعية. فيهم يتبرعوا، بيعملوا يعني في البروسيدور موجودة، فيهم يتبرعوا بدونيشن ترانسفير من بنك برا لحساب البلوم بانك، فيهم من خلال من لبنان يبعثوا او ام حساب فريش دولار، ما هيك البلوم طبعا 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 يعني ما يفزعوا ما بي لا لا كله هيدا عم ناخده نحن، يعني ما عم نرجع نقدر نسحبهم. فيهم يبعثوا على الاو ام تي اذا كانوا من لبنان على حساب سطوح بيروت بالاو ام تي. هيدي ثلاث طرق للتبرع. وفيهم اذا حدا بده يتبرع من بالويسترن يونيون بدق لنا على الرقم اللي موجود، وهلا بدي اعطي رقم انا 03148-901. ورح ابعث لك ارقام كمان يقدروا يدقوا لنا عليهم خلال الحلقه. فيهم يتعرفوا على الحالات تبعوا لنا، فيهم يفوتوا على صفحة الفيسبوك تبع داليا داغر، كمان فيهم يشوفوا نحن شو عم نعمل، فيهم يفوتوا على صفحة سطوح بيروت على الانستغرام أو على صفحة داليا دوت داغر دوت أوفيشال، كمان في الانستا كمان فيهم يشوفوا شو عم نعمل، في كل الطرق اللي فيهم يتعرفوا فيها على الحالات وعلى طريقة الدونيشن. بلا قطع حديثك، في ناس تسال مثلا انه الحالات المرضيه اللي عم تاخديها خاصه بالتليتون هل هي من لون طائفي محدد؟ تفضلي اشرحي لهم. اول شيء الجمعيه ابوليتيك كاريتاتيف، يعني لا تبغى الربح وابوليتيك، اوكي؟ هاي اول شغله. الحالات اليوم عندي انا، يعني عيب نحكي بهذا الموضوع لانه انا ما بحب فرق بين العالم، بس ولا مره سالت حدا يعني شو طايفته او هو لمين بينتمي. عندي من الكل، عندي شيعه وعندي سنه وعندي مسيحيه، وبيعرف يعني رح يبينوا اصلا الحالات على الهواء، ورح دغري يعرفوهم الناس. بالانسانيه نحن استاذ فادي، ولا مره انا بيجي بسأله اذا انت موجوع ولا انت مسيحي ما لازم، انا ما بدي ساعدك، او انت قوات ما بدي ساعدك، او انت طيار ما بدي ساعدك، او انت مستقبل، او انت درزي، او انت شيعي، او انت سني. نحن العالم اللي عنا هودي اولاد وطننا، واذا انا عندي رساله بقولها كل يوم، وهيك بلشت اصلا فكره الجمعيه. يعني فكرة الجمعية بلشت من جمع بلاتو، بكرة بتشوفوا بالتليتون رح يكون في من كل، يعني معي 70 ل 80 ضيف من كل الانتماءات السياسية، من كل المناطق، من المجتمع أكثر من هذيك السنة يعني. إيه إيه أكثر من هذيك السنة، نعم. عم حاول استفادة قد ما فيني أنا جمع، وعم حاول أعمل لوبينج كبير، لأنه كل ما كبرت كل ما أنت بتساعد أكثر لحتى تقدر تجمع المبلغ. غير انه انا كل العالم بتعرف نحن عندنا 200 عائله ملتزمين فيها، وفي كثار منهم بيسمعوك كل شهريا، وفي عيال هلا حاملينها من سنه لسنه، وفي عيال عم يتازم وضعها اكثر. يعني اللي كنت تعطيه مثلا 5 ملايين هلا ما فيك تعطيه 5 ملايين، او مثلا سخن البي او راح المعيل، هيدول شو بتعمل فيهم؟ نحن كنا قبل بالسنين السابقه نقول انه نحن بعد سنه خلص رح نخلص، انه ما تواخذونا يا جماعه نحن التزمنا معكم على سنه. ما فيك بهيدا الوقت، ما بقى فيك، ما الك قلب. والخمس ملايين او ثلاث ملايين او الاربع ملايين كنت مفكر حالك انك عم تعطي مدري قد ايه، ما بقى يجيبوا سوري برمه سوبر ماركت يعني. مشان هيك غير العيال اللي بنعطيها مصاري، طلع لنا الحالات المرضيه اللي ما فيك تهرب منها، واذا ساعدتها بتعيش، اذا ما ساعدتها بتكون عم بتخسرها حياتها. طيب صدقلي قد ايه التارجت ب 23 شهر بحلقه التليتون؟ قد ايش التارجت تبعولي؟ ما ليك انا قالوا لي كثير ناس انه ما تقولي داليا التارجت لحتى العالم ما تنقص، بس نحن ايه فوق ال 450,000. يعني اصلا اذا بتجيب 5 ملايين هلا ما بتطلع، صدقني بتصدقني ب 5 ملايين بتبرم عليهم، يعني بتساعد فيهم على ما بعرف 4 أشهر حالات مرضيه قد ما في. اذا بخبرك شو عندي هلا على تليفوني، ناس عم تبعت دخيلك هيدا بده مدري شو، هيدا مثلا بده 28,000. ما بقى في اسمع الارقام قد ما كبيره، وما بقى فينا نستوعب، يعني نحن مش عم نقدر بقى نستوعب نحن شو عم نعمل. وماني واعد الناس صراحه، العيال اللي عم طلعها ماني قد ما اذا جمعت التارجت كلهم بيتعالجوا، اذا ما جمعت التارجت رح يتقسم على الحالات، يعني حالته ب 90,000، اذا انا جبت 100,000 ما رح اعطيها لشخص واحد. بيك.
يعني هالقد وزعيه بقدر على اقول ايه ايه ما بقدر. من خلال هذا الحديث داليا، شو بتقولي للناس برا، وخاصة برا لأنه قادرين بعد يقدروا يتحملوا هيك مساهمات كرمال يريحوا هالمرضى اللي عندك، شو بتقولي لهم داليا؟ أنا بقول إنه هن أكيد كلهم اللي عم يسمعونا، فهذه عندهم ناس عم بيساعدوها صاروا أكتر وأكتر، وصارت هيدي الأزمة وصلت على بيوت الكل، إذا مش على بيت الشخص اللي بره لأنه عنده يمكن قدرة أكتر من غيره، مع إنه بيعاني وبيدفع تاكسات يعني بيهلك ليطلع مصرياته، إذا ما وصلت على بيته بعد وصلت على كل قرايبينه. هيدي شغلة كلنا عم نحس فيها، هي أول شغلة. يعني أنا ما عم بطلب، يعني عم بتوجه اذا بدك بوقفه تضامنيه قد ما بيقدروا، لانه انا بعرف الكل عم بيساعده، قد ما بيقدروا يكونوا صوتنا ويعملوا، يعني اذا شايلين لنقول على العيد 2000 دولار لنقول او 1000 او كذا، نكون نحن جزء من هذا الشيء، بس يكونوا كتار، كل ما كانوا كتار كل ما قدرنا جمعنا المبلغ، لحتى ما يعني ما نحس انه نحن عم ننتقل على الناس او عم كمان عم يطلبوا اكثر، والعالم تحس قد ما فينا نعمل نوسع الدائره تبعيتنا، وقد ما في الواحد يعمل قد ما بيكون عم بيساعد باللي قادر يساعد فيه. بقى حطونا كمان بعيونكم، حطوا هالناس بعيونكم وبقلوبكم. واللي بدي اقول لكم اياه انه من 10 سنين لهلا انا ما بعرف لا انا ولا الاكيب نعيد بلا ما نعمل هيدا التليتون، لانه بيكون العيد كثير احسن، واصلا عيالنا كلنا سوا بتعيشي معنا، يعني انا ماني مطلوب مني شيء هلا اعمل، ما حدا بيطلب مني شيء اصلا، انه اتركوها لمام مثلا لبعد ما يخلص التليتون، بس يخلص التليتون بيكون العيد لنا. وصدقني كل يوم دعوات العالم اللي بترافقنا هي اللي حميت لنا يمكن عيالنا وحميت لنا شبابنا وحميت لنا واعطيتنا هيدي القوه والطاقه انه نكفي. وكل يوم اوقات، وسوري رح اقول لك شغله يعني هي مش كثير مهضومه، بس انا كل يوم بقول انا شو صاير علي اعمل هذا الشيء؟ شو صاير علي هالقد اتعب وتعب عائلتي؟ بس ولا مره وتعب فريق عملي واسمع اوقات 100 كلمه، واوقات بتصير في عالم عم بتحاربك، واوقات في عالم عم بتنافسك لانه بتعتبر انه هيدا الشيء والله حلو ولذيذ وبيعمل بروباغندا ومدري شو، كيف بيصيروا خبروك اياها الخبريه انه تعوا نعمل هن مش عايشين تفاصيله، وتعوا ناخد، تعوا نحاربها بالسياسه، وتعوا نحاربها بالانساني، وتعوا نحاربها من راح صوتك داليا عن جديد. عن جديد؟ ايه مش الحال، مش الحال. كله بتتخطاه قدام دعوه، قدام 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 دعوه حدا كل يوم الصبح بيترد عليك وبيقول لك الله يخلي لك عائلتك، وخلص بتغطس فادي، بتغطس بتصير هي صحيح. مسؤوليتك وجزء من حياتك وجزء من اكيبك. يعني انت بتعرف انه نحن 5 اشخاص بتقول هدول كيف مضاينين، اوقات كثير منهم بيقولوا انه خلص ما بقى بدنا، ما بقى بدي اسمع، وحقهم، ما بقى بدي اشتغل وحقهم، بس خلص صارت بدمنا كلنا سوا. يعني ما يعني حتى الناس اللي كانت معنا ويمكن راحت لمحلات تانية او سافرت بتجي بهذا الوقت تشتغل معنا. تليتون شغله، تليتون سطوح بيروت والله العظيم شغله، والعالم اللي بتبعت لك مثلا اوقات هدايا قبل بوقت مخر كارثه حالك كل سنه بتجيب، العالم اللي بتجي بتقول لك انا كيف فيي ساعد، يعني شغله كثير حلوه وكثير بتحسسك بمعنى العيد، وبتخيل انه هيدي نحن مسيحيتنا وهي رسالتنا. وانا بعتبر انه العطاء ما قدر، العطاء منه شغله عاديه، اللي بيقدر يعطي يعني هو انسان قدير وعنده قلب كثير كبير، ومثل ما بيقولوا الكرم رجوليه او الكرم اخلاق عاليه، الكرم العطاء هو ما قدر كل انسان، منه لعبه تشيل من جيبتك وتعطي، وهيدا ميزه كثير كبيره عند الناس لتساعد الناس، وهيدي ميزه اللبنانيه خصوصا المنتشرين، يعني ما تركوا لبنان. وصراحه لو منكم ما بعرف نحن وين كنا صرنا، نحن اكيد محروسين من القديسين طبعا، واكيد في عجائب والله حاطط ايده معنا، بس اكيد في هالمنتشرين اللي بكل بلاد العالم ولا مره بيقصروا، وانا من خلالك بوجه لهم اكبر تحيه، وناطرتكم ب 23 الشهر كونوا كتار.
نحن منتشكر مجهودك وتعبك ومنقدره كثير ست داليا، وان الله راد هيدا المجهود بينصرف بليله التليتون لحتى تساعده، لانه نحن كمان بمرحله الميلاد بمواسم الميلاد، ويمكن ست داليا قصدت تكون التليتون ب يعني بوسط فرح الميلاد، لانه الميلاد هو عطاء وهو المحبه. على امل تكونوا كتار ان الله راد ب 23 شهر راح يبلش الحلقات الساعه اي ساعه بتبلش 10 ونص؟ لا رح نبلش على الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت لبنان. وكل المعلومات رح تتوارد على الشاشة، شو ما تعتلوا هم. الساعة 4 رح نبلش الساعة 4 رح كل ساعة بتغير 10 ضيوف، رح نوقف وقت الأخبار وبنرجع بنكفي لأقرب وقت بنأمن فيه التارجت تبعنا. اوكي، يعطيكم الف عافيه ست داليا، وانا بتشكرك لانك طلعتي معي كمان لحتى توصلي رسالتك الميلاديه من خلال هالمرضى اللي هن من كافه شرائح المجتمع اللبناني، لحتى تواسي قلوب اهاليهم اللي ما قادرين الا ما يشوفوا اولادهم عم بيضعفوا كل يوم قدامهم. ان شاء الله بيكون هيدا العمل اللي عم تعمليه حضرتك وجمعيتك والاكيب تبعولك يكون بلسم لجراح هودي المرضى وبلسم للبنان بشكل عام. ميرسي كثير ست داليا. مرسي لك فادي، مرسي لكل اللي بقيوا معنا. بعتذر انا عن مثل ما بقولوا ماني طالعه نق، انما طالعه بمسيح. المسيح اجى الله اعطانا ابنه اكبر عطاء، ونحن بهيدا العيد بنعيشه اكثر هيك. انا بتمنى لكم يعني عيد سعيد، وانبسطوا وعيدوا واجتمعوا باللي بتحبوهم واهدوهم وعيشوها على الاخر، وساعدونا انتم عم بتعيشوها. ميرسي كثير. ان الله راد، ميرسي لك ست داليا، وتصبح على الف خير، وبنشوفك ان الله راد ب 23 شهر. ثانك يو فيري ماتش. يو ويلكم. باي باي. مثل ما سمعتوا بتمنى على المقتدرين بالاغتراب خاصه يساعدوا قد ما فيهم هالحالات. عندنا 10 حالات موزعه على كافه شرائح المجتمع اللبناني، عم بتداووا قلوب اهالي وقلوب المرضى وخاصه اعمارهم صغيره، يعني حرام ما نقدر نبلسم لهم هالجراح هيدا، ونقدر نساهم بشفائهم عبر تقييمين المبالغ من اجل العمليات. رح نحط كل شيء على الصفحه تبعيتنا، ان كان على البرايفت اكاونت ولا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا على الانستغرام كمان. بتتابعوا المواقع التواصل الاجتماعي العائده للسيد داغر ولجمعيه سطوح بيروت والاو تي في كمان. بنتمنى كل الناس تشارك بهيدا الموضوع، لانه هودي الاولاد اولادنا بالنتيجه، ونحن ثاقبت انه المغتربين عم بيكونوا ايديهم معطاءه لحتى يساعدوا هيك حالات. فمعلش حتى بفلس الارمله بتقدروا، وخاصه المغتربين. نتمنى عليكم متابعه هذا الموضوع بكل حذافيره لحتى نعطي شويه بسمه للمرضى ولاهاليهم، وخاصه نحن انه بموسم الميلاد، وبتعرفوا ميلاد الرب يسوع هو جامع لكل الديانات وليس لديانة واحدة وليس فقط للمسيحيين. فلهالسبب العطاء ما له دين، العطاء هو دين الإنسان، وخاصة بالظروف الصعبة اللي عم بمروا فيها. مثل كل آخر حلقة من لكم نحن معه لآخر نفس، منشوفكم بكرة بالعودة على السياسة وعلى المال، خاصة فيما يتعلق بموضوع جيد جدا سرب عن ما يحضر من خلال قطر فيما يتعلق بموضوع المصارف بالتحديد. بنحكي عنه بكرة الساعة 9:30 بتوقيت الجبل. تصبحوا على ألف خير.